الثقة زيادة، غباء زيادة. شاف مسعد ومحمد رجالته أهل الثقة، راحوا ماسكين البنت خنجوها وراحوا موتوها. الاتنين ميتين وراكدين على بعض. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الفيوم، بالتحديد من قرية من قرى مركز طمية. حج أو شيخ اسمه إدريس، عنده 65 سنة، جذوره ليبية، نزح هو وأهله أو أهله نزحوا من 120 سنة من ليبيا واستقروا في الفيوم واشتروا أرض. هو الوحدي عنده 15 فدان بيتوارثهم لغاية ما وصلوا للشيخ إدريس اللي هو أصلا ليبي لكن عايش واتجوز وعايش في مصر هنا وأصبح دلوقتي معاه الجنسية. وكان الناس بيقولوا الشيخ العرب إدريس، عارفين الشيخ العرب همام؟ هم كانوا مسمينه هناك في القرية شيخ العرب إدريس، لأنه كان راجل في حاله طيب جدا جدا، راجل خلوق بيزرع أرضه ومعاه ابنه متجوز وقاعد جنبيه ومعاهش غير بنت اسمها حنان 27 سنة قاعدة مع أبوها بتخدمه. الأب هو اللي بيزرع الخمستاشر فدان دي كلها، ورغم ثراء هذا الرجل إن كان بيحب التواضع جدا، وكان عايش في بيت بسيط خالص عبارة عن دور أول هو وبنته، رغم انه هو ساري جدا، وكان بيثق في اتنين من العمال من قرية جنب قريته، كان عم يسلمهم الارض وهم اللي كانوا بيديروا الارض. واحد اسمه محمد 27 سنة ومسعد 19 سنة، وكان هم دول اللي بيشرفوا على الارض. هو كان زرع الفدادين كلها بتاعته ال 15 فدان جمح، واحنا عارفين الجمح اليومين دول موسم الحصاد. فقال لمسعد وقال لمحمد يلا هاتولنا عمال ومكنة الدريس عندكم ويلا ادرسوا ويلا علشان نبعت القمح نوديه للمطاح. وفعلا المحصول كان كتير، الفدان جاب اكتر من 25 اردب والدنيا حلوة والخير كتير والدولة بتاخده بسعر كويس. فشيخ العرب ادريس قال لهم الحمد لله الرزق كتير وكله هيرزق، وان شاء الله اليوميات اللي انتوا هتعزونها هتاخدوها بزيادة. وكان بيجيب للعمال في وقت الدريس او في وقت جمع المحصول اللي بيجيب لهم الفطار والغداء والعشاء والدنيا حلوة وزي الفل، وهو كان بيصرف بسخاء لدرجة ان هو قبل ما تحصل الجريمة كان عاطي المسعد ومحمد 15000 جنيه، قال لهم ادوا اليوميات وخلوا فلوس معاكم علشان تاني يوم. الغلط بقى الثقة الزيادة، غباء زيادة. الثقة الزيادة، غباء زيادة. وقلنا احذر من عدوك مرة واحذر من اهل الثقة اللي انت بتثق فيهم وحبايبك وقرايبك واخواتك مليون مرة. لان مسعد ومحمد لما كانوا بيروحوا ياخدوا منه الفلوس وكانوا بياكلوا معاه في البيت وكانوا عايشين تقريبا يعني ده زي والدهم، شافوا هو شايل الفلوس فين جوه الدولاب وبيطلعوا معاه رزة مقد كده قدامهم بيقولوا انا راح اشتري كذا والفلوس اهي وخدوا انت اليوميات. طمعوا طمعوا. عملوا ايه؟ تعالوا اقول لكم عملوا ايه، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ده يصلكم الاشعار وقت اذاعة الحلقة. الشيخ إدريس أو الشيخ العرب إدريس وبنته حنان عايشين لوحديهم، الاتنين أهل الثقة واللي كان مسلمهم الأرض وهم المشرفين على العمال وهم اللي كانوا ياخدوا الفلوس اللي هم عايزينها. مسعد ومحمد قالوا لبعضهم إيه يا عم الراجل ده مليونير وديك شايف البخيل. قال له بخيل كيف يا عم، ده بيوكلنا ويشربنا وبيدينا يوميات أزيد من أي حد تاني ومخلينا إحنا رؤساء العمال وإحنا اللي بنشرف على وإحنا كل في الكل. قال له يا عم ده الدولاب فيها اقل ما فيه حوالي 5-6 مليون. قال له جبت كام ده منين؟ قال له مش شايف الرزم اللي بيطلع بيها. قال له عايز ايه يعني؟ قال له احنا نطب عليهم في الليل، ده راجل عنده 65 سنه وبنته عندها 27 سنه قاعده في اوضه لوحديها، وكانوا بيدخلوا بقى واكلين شاربين جوه، عارفين البنت وعارفين الراجل والبيت كله متواضع جدا، والبيت متواضع راجل عنده خزنه ولا غير. بالفعل قبل الفجر جه نطين على البيت بالدور اول وجيوا داخلين جوه من جرأتهم. الراجل ده راجل عجوز بينام ما بيصحاش، رغم ان الجماعه الكبار لو مشت من قدامهم قطه بيسمعوها، نومهم بيكون خفيف. دخلوا فتحوا الدولاب، الدولاب قديم فلما بيفتحوا الضرفتين بيزيق. الراجل صحي مين داس على زرار جنبيه، النور نور، شاف مسعد ومحمد رجالته اهل الثقه. انتوا بتسرقوني؟ ده انتوا زي ولادي.
راحوا مسكينه هم الاثنين نزلوا فيه ضرب وخنقوه وراحوا موتين. في وقت الخناق والراجل بيزعق بنته حنان طلعت تجري ابويا ابويا مين؟ محمد ومسعد اخواتها بيعاملهم زي ولاده بالظبط. راحوا مسكين البنت خنقوها وراحوا موتين. وراحوا سرقين الفلوس ما لقوش هو على يمكن 85,000 او 100,000 خدوها وراحوا ماشيين. وتاني يوم جايين بيخبطوا على الباب عادي ما فيش مشكله ما حدش بيرد. راحوا له ابنه جنبي يعني بنخبط على ابوك عشان يدينا الفلوس اليوميات ما حدش بيرد. الواد قال ازاي الكلام ده؟ نزل معاهم بيخبط على الباب ما فيش قصر الباب دخل لقى ابوه واخته الاثنين ميتين وراكدين على بعض. على طول جت شرطه رئيس مباحث طميه وفريق المعاون معاه من خلال التحريات مين اللي بيتردد على البيت؟ قالوا مفيش حد بيتردد الراجل ده في حاله خالص وراجل طيب جدا ومش بتاع مشاكل مسالم مسالم وكريم جدا وبيحب البساطه والتواضع. كان قادر يبني بيت كبير في وسط ال 15 فدان عماره ليه والابن والبنت. الراجل بيحب البساطه جدا وراجل عايش دنيته ما بيفكرش غير في اخرته وكريم مع العمال جدا. مين اللي بيتردد على البيت؟ التحريات قالوا لا في حد بيدخل عنده ولا حد بيطلع عنده غير محمد وموسى. في الوقت ده مسعد ما صبرش الفلوس ابتدت تظهر عليه والخير ابتدى يبان عليه مسكوه انت جبت ذهب لمراتك وانت جبت مش عارف ايه ضغطوا عليهم قالوا ايوه احنا اللي قتلنا واحنا اللي خدنا الفلوس. طب ليه عملتوا كده؟ قالك الشيطان. الشيطان غوانا لما لقيناه راجل كبير وابنه متجوز بعيد عنه وما عندوش غير بنت واحده وقلنا ندخل نسلك منه قرشين ما دام هو مش معيش نفسه ولا عايش الحياه اللي بتناسب الفلوس اللي عنده ناخدها احنا طمعنا. لما دخلنا وفتحنا الدولاب الراجل صحي كنا لازم نقتله لانه شافنا وعرفنا. في الوقت ده بنته دخلت وشافتنا فكنا لازم نقتلها. اعترفت تفصيليا مثلوا الجريمه وازاي نفذوها وازاي دخلوا البيت. اعترفت تفصيليا طبعا تم حبسهم على 4 ايام وجاري التجديد ليهم في الميعاد وان شاء الله هيكون حكم راضع. شوف يا اخي بيقول لك من امنك لم تخونه ولو كنت خاين. لكن دايما بنكرر يا جماعه الحكمه اللي دايما بنقولها احرص احرص من عدوك مره واحده لكن اقرب ناس ليك هم اللي عارفين ايه اللي يضرك وايه اللي بيوجعك وايه اللي بيفرحك وايه اللي ممكن يكسرك ومدخلك منين ومخرجك منين وبيدخلوا واكلين شاربين معاك عارفين البيت وعارفين انت بتنام فين وبنتك بتنام فين والمطبخ فين والحمام فين ومنط البيت منين لانهم دخلوا وانت عطتهم الثقه الكامله. خلي في ثقة لكن اعمل حسابك لا توريهم فلوس ولا تقول لهم فلوسك فين ولا تدخل تطلع فلوس قدامهم ولا تدخل فلوس قدامهم ولا تعرفهم ان معاك فلوس اصلا المفروض تقول فلوسي في البنك او بالفيزا. لكن انت بتدخل تجيب لهم الفلوس خدوا 15,000 جنيه يوميات يوميا. انا رايح بكرة اجيب الكيماوي انا رايح بكرة اجيب السماد انا رايح بكرة ادفع فلوس مش عارف التجاوب. طب ما ايه اللي حصل؟ عرف ان فلوسك كلها في الدولاب في اوضه النوم بتاعتك وعارفين اوضتك فين ودولابك فين. وثقت في ناس مش اهل ثقه والنتيجه ايه؟ قتلوك يا شيخ العرب ادريس. يا ريت يا جماعه نتعلم من الدروس دي ونفهم ان النفوس احيانا بتضعف قدام الفلوس. بكررها تاني النفوس بتضعف قدام الفلوس. لكن هنقول ايه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.